صاحب الحدائق. ثم أكو نكتة أنا بودي أن الأعزاء يراجعون يلتفتون إليها، وهو أنه نكتة يشير إليها، أي النكتة التي واقعا جعلت القائلين بالإصطلاح الحديث واقعا في حيص بيص، وهو أنه الفيض الكاشاني في صفحة 24 من مقدمة الوافي يقول: أنتم ألا تعتمدون على توثيقات وتضعيفات الشيخ الشيخ الطوسي في كتبه الرجالية؟ تعتمدون أو لا تعتمدون؟ ها؟ تعتمدون. وهو ده يصرح في مقدمة كتابيه أن كل ما نقلته هنا ماذا؟ صحيح. ليش ما تقبلون توثيق؟ ألستم، أنا دا أضيف، ألستم تقبلون توثيقات العامة في كامل الزيارات وابن قوله وفي تفسير القمي وغير ذلك؟ وهذا ما اعتبروه من التوثيقات ماذا؟ التوثيقات العامة. لماذا هنا باء الشيخ الطوسي في كتبه الرجالية تجر وباءه في كتبه الحديثية ماذا؟ لا تجر. على أي أساس؟ هو دا يقول بأنه أنا أوردته من الآثار الصحيحة. التفتوا جيدا، هؤلاء أيضا اشتبهوا، أولئك الذين ناقشوا، أنا بودي الأعزاء يراجعون معجم رجال الحديث للسيد الخوئي، ناقشوا، يبدأ بمناقشة أنه هاي الروايات يقول عنها صحيحة ولكنه هو في الرجال قال عنها ماذا؟ ضعيفة. وخفي أنه ولم يتضح أن الشيخ الطوسي عندما يقول آثار صحيحة مو مراده الصحيح باصطلاح ماذا؟ باصطلاح العلامة، وإنما مراده الصحيح باصطلاح المتقدمين. ولذا عبارته الفيض هذه عبارته يقول: هذا إن صح فهذا الاصطلاح لا يغني عنه شيئا، مع أن مدار الأحكام الشرعية اليوم على هذه الأصول الأربعة وهي المشهود عليها بالصحة، يا صحة، ها، بملاك المتقدمين مع من مصنفيها ولا مدخل لما ذكر في ذلك، فإن كانوا لا يعتمدون على شهادتهم بصحة كتبهم فلا يعتمدوا على شهادتهم وشهادة أمثالهم في الجرح والتعديل أيضا. وأي فرق بين الأمرين؟ أنه أنت في الرجال تقبل ولكن هنا ماذا؟ لا تقبل. فإما أن تقبل فيهما معا وإما ماذا؟ أو ترفض فيهما معا. أما في المورد الذي لا يعجبك لا تقبل، في المورد الذي يعجبك تقبل، هذا التقسيم، هذا تقسيم ماذا؟ غير صحيح. على أي الأحوال، هذا بيان هؤلاء القوم. ولذا أعزائي الآن أنتم بإمكانكم أن ترجعوا إلى أول هذه الكتب الأربعة، يعني الكافي، من لا يحضره الفقيه، التهذيب، الاستبصار، تجدون في مقدمة كل واحد من هذه الكتب يوجد ماذا؟ يوجد تصريح من المؤلفين بصحة ما ورد ماذا؟ بصحة ما ورد، إلا أن تقولوا شيئا وهو أنه هذا اجتهاد منهم ونحن قد نتفق وقد نختلف، من حقكم هذا، ولكنه هاي الشهادة. ولكنه عند ذلك يأتي كلام وهو أنه إذن لماذا في الرجال عندما يقول صحيح ضعيف لا تقولون هذا اجتهاد ولا تناقشون؟ لماذا تقولون ذاك عن حس؟ الجواب: كلا، أي حس؟ شيخ الطوسي مولانا وفاته رحلته في 460 من الهجرة، هو دي يصحح لي في القرن الأول والقرن الثالث، أي حس هذا 250 سنة مولانا؟ فلهذا مولانا اجوا بتعبيرنا رقعوها مولانا، قالوا: لا، هذا حدس قريب جنو من الحس. ولا كل هذه اجتهادات؟ نعم كانوا اقرب، وان كانوا اقربيه بينك وبين الله 200 سنه و250 سنه و300 سنه، اي قرب هذا؟ نعم لسان عن لسان، وخصوصا في ذيك الاجواء المغبره وذيك الاجواء الضاغطه الاستبداديه الى غير ذلك. ولذا